أبدأ هذه الحلقة بنصيحة، يعني لو كل واحد عملها فعلا هتكسب كتير جدا جدا. رمضان شهر معروف قيمته، معروف قيمته كويس جدا جدا لأي مسلم. تقول له رمضان جسمه يتزلزل. فما رأيك أن يكون هذا الشهر فرصة للتوبة؟ فرصة. اللي بياخد مال بدون وجه حق يتوب، اللي له علاقات نسائية غير مشروع يتوب، النمام يتوب. أعد بقى. طب وهو ربنا وعد بهذه التوبة؟ طبعا ده مش وعد بالتوبة، ده غلظ العقوبة على عقوبات شديدة عشان تحس ان الحكاية سهلة. غلظ عقوبة بس على حاجات شديدة تقوم تحس الله ده انا بالنسبة بقى للي بيعملوا كده سهلة. تعال اسمع ربنا قال ايه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. خلاص، يبقى المشرك هو ده، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما قالش ربنا اتنين. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. في أبشع من كده؟ تمسك سكينة وتقتل واحد؟ شوف ربنا جايب الجرائم الجسيمة وحط لها عقوبات إيه، والآخر قال إيه. خلي بالك من كل كلمة بقولها. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا حرم الله الا بالحق اللي واخد اعدام، اللي واخد اعدام ده مستثنى، ده راجل بيتنفذ فيه عقوبه، هذا هو الحق. فده مش من ده كلامنا. انما واحد انا متغاظ منه قتلته، واحد طار كما يفعل بعض الناس اللي ما يصحش ده، يعني عاده لازم تنمحي تماما. طار هقتله عشان قتل ابن عمي. طب ما في قانون وفي دولة، معلش مش مشكلة. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون. الزنا جريمة بشعة بشعة، اختلاط أنساب، ده ابني ولا مش ابني، إلى جانب الأمراض اللي بيجيبها الزنا كتير، مش ده مجالها. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال ثلاث جرائم وقال لهم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. بدل ما تاخد العذاب واحد هتاخده اثنين يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. مفيش بعد كده، مفيش بعد كده. ثلاث جرائم اتحط لهم عقوبة. خلي بالك من كلمة يخلد فيه مهانا، يعني هتفضل العمر كله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أدي واحد. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أدي اثنين. لا يزنون، ثلاثة. طب اللي هيعمل كده يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانة. إلا مين؟ بص بقى الكلمة اللي أنا عايز أقولها لك اللي هي أحلى الكلام. إلا مين؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ينهر أبيض، ينهر أبيض، بقى كل الجرائم اللي عملتها تتبدل حسنات. آه، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ضخم في الجريمة وضخم في العقوبة، وبعد كده طبطب عليك. أظن مفيش طبطبة أكتر من كده. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه الآية سورة الفرقان 63، ما تنامش النهاردة إلا ما تقراها. الفرقان 63 ما تنامش إلا ما تقراها.